إحياء لذكرى 70 لاندلاع حوار التحرير المباركة وتحت إشراف السيد ولي الولاية، برمجة مديرية التوزيع سونال غاز التوزيع ولاد جلال برنامج ثري. يتمثل هذا البرنامج في إعطاء إشارة انطلاق ل 18 عملية تدخل في مناطق الظل لتزويد أكثر من 3500 سكن بالغاز الطبيعي، 18 عملية موسعة عبر كل بلديات الولاية. كذلك تم إنجاز وضع حيز الخدمة لثمانية عمليات في إطار اتفاقية بين مديرية سونال غاز التوزيع وبلدية سيدي خالد. العملية فيها 24 الاتفاقية فيها 24 عملية، حيث تم إنجاز 8 عمليات وضعت حيز الخدمة والباقي هو في طور الإنجاز. كما تم ثاني إعطاء إشارة الانطلاق على مستوى بلدية شعيبة لإنجاز 12 عملية. العمليات هذه راح تزود حوالي 365 سكن بالغاز الطبيعي. تم اليوم وضع حيز الخدمة هذا المقطع الذي يربط بين الطريق الوطني 46 ألف والطريق الوطني 116 على مسافة 9 كيلومتر، والذي يعالج نقطة مهمة جدا وهي الاختناق المريد تشهده مدينة ولاد جلال وتفادي الحوادث داخل التجمعات على تجمع العمراني أو داخل المدينة بولاد جلال.